السلام عليكم. الريسيت نتاع اليوم هي بان كيك. الريسيت نجمو نعملوها في الليل وتتخبى في الفريجيدير ونقدوها الصباح تبدا ماشي الخدمة مزروب. نجمو نعملوها الصباح انستونتانيمون وتحضر في تقريبا 10-12 دقيقة، ما فيها حد شيء. كي يبدا عندك الخليط جاهز تحضر في 2-3 مينوت تقد البانكيك نتاعك، ساهل ياسر، ما مش محتاج برشا انغريديون. دونك عندنا 570 ملي لتر حليب، اكثر شويه من نص لتر حليب كامل الدسم، احسن حاجه للصغار. عندك 450 غرام دقيق او فارينه all purpose flour. عندنا 170 غرام سكر عادي، 3 بيضات، 28 غرام خميرة كيميائية لوفيور شيميك، وإلا 3 ملاعق صغار، زوز مغارف، 2 مغارف صغار خل أبيض. دونك الخل عنده إيفي إيميديا على العجينة، يخليها طرية، يخليها شوشة وبنينة ياسر. وما ننساوش نصف كاس ماء ورد، اللي يحب يحط ماء ورد، اللي يحب يحط فانيلا اكستراكت والا بودغ متاع فانيليا. دونك ديما نبداو بالمكونات الجافة، فارينة، السكر متاعنا، الخميرة، واللي حاب يحط الفانيليا باودر، فانيلا باودر، يحطها توا مع دراي انجريدينتس. خلطوهم مع بعضنا، خلطوا المكونات الجافة مع بعضنا. سكر ودقيق وخميرة كيميائية وبودرة الفانيليا. نصبوا الحليب نتاعنا، والعظم أو البيض، ونبداو نخلطو. دونك نخلطو بالقدا بالقدا، ماهيش محتاجة الركاضة، لكن إذا كان حسيت ثم كرات لداخل استعملوا الهاند ميكسر. دونك دونك الخليط نتاعنا كيما نشوفو التكستور نزيدو الخل، لا ديغنيغ ايتاب، حطينا الماء ورد، فوتكم بالحديث، حطينا الماء ورد، أحسن ميثود نتاع بان كيك تخليوها ترتاح نصف ساعة. وبعد نص ساعة نرجع لكم ونوريكم يعني آخر إتاب اللي هي تطيب البانكيك أو تجهيزه. وعلى الخليط ماهوش جاري برشا كما تشوفوا. على دونك نحطوا الخليط، وعلى كما تشوفوا حسب الرغبة، صغار يحبوها القرص يكون صغير كما تحبوا نتوما. ولا اول ما تظهر البابلز نقلبه.
فوالا بسم الله. فوالا مسألة نتاع 30 سكوند تقريبا، 30 seconds. فطور صباح لحد الصباح، مع الشاي بعد الظهر، اوكي. هذا لونها، فوالا بان كيك جاهز. اوكي يا جماعه، توا اللي ما عندوش الماكينه هذيك باش نوريكم بمغرفه السقاء كيفاش نصبوا هكا. مغرفه السقاء هذه اكبر شويه، انا نحب حجمها كبير شويه. تحط فوقها معجون فريز، مربى الفراوله كما يناديوه في الشرق، معجون فريز، زبده ومعجون فريز، بلو بيريز، هوني، عسل، كل واحد ورغبته. فوالا، اول ما يبانوا البابلز يعني لازم تتغطى كلها بالبابلز، نقلبه. دونك يفو بيان مانيبولي الخليط نتاعنا. فوالا شوفوا كيفاش، ميسالش، doesn't have to be perfect. تحمر تولي golden brown، وكي تقلبها الاولى الثانيه ديما لا بروميير سي بور لو شيان، ديما البانكيك الاولى عاده القلايه باش تتعود على العجينه، والعجينه باش تتعود على القلايه باش يتناسبوا مع بعضهم، من بعد تولي الحموريه تولي اوموجين. كما قلنا 30 seconds تقريبا. حتى اذا كان لقيتوها ما حمرتش برشا، شوفوا لونها محلاه. فوالا جي فوقها اللي تحبوا، فريز، كريم شانتيي، اللي تحبوا انتم. فواسي البرودوي فينال، بانكيكس بالعسل والبلو بيريز. بانكيكس بالنوتيلا، تنجم تحطو فريز، تنجم تحطو كريم شانتيي، تنجم تحطو زبدة وسكر، تنجم تحطو مربى الفراولة، معجون فريز. إن شاء الله تكون عجبتكم. نجمو فوق الشوكولا، فوق الشوكولاتة نحطو بلو بيريز، زادا نحطو فريز، تو سكي ديسبونيبل يجي معاه. صحة وبشفاء، إن شاء الله تكون عجبتكم يا ربي. اللي عجبوه لي غوسيت يعمل سبسكرايب سونغجيستخي. ربي يبارك لكم، في أمان الله.